السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في دورة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 1442 هجرية. كل عام والجميع بخير. أستاذ دكتور الشيخ محمد حسين يعقوب يقوم بإلقاء الدروس الدينية في المساجد وتقديم البرامج الإسلامية على القنوات الفضائية الخاصة، وها هو معنا على قناة الرحمة الفضائية. الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. الشاهد هنا انهم هو ده الهدف الأسمى والغاية العظمى في موضوع تعظيم الله، إن يبقى ربنا على بالك بصفة مستمرة. هو ده تعظيم الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب، مش الرقص والنوم والتنطيط والكلام ده، لا وإنما معناها إن هو الله يشغل عقله، يشغل باله، يشغل قلبه. هي ده تعظيم الله. هي دي الجملة اللي قلناها قبل كده كتير، وهي جملة خلاصة الكلام، جملة قال أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. هو ده، هي دي القضية، انك تعرف عظمة ربنا. عن ابي موسى الاشعري قال رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: ان الله لا ينام، لا إله إلا ولا الله، ينبغي له أن ينام، لا إله إلا الله، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. احنا عشان منهجنا سلفي لا نخوض في شرح، امروها كما جاءت، بس المفروض تفهم، المفروض تفهم يعني ايه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. لا إله إلا الله. عشان تفهم عظمة الله لازم تفهم أن الله لا ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لازم تفهم: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة. لازم تفهم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. عايزين نفهم عشان نعرف ربنا. انا عايز اللي بيقول انا عارف ربنا كويس اقول له طب عرفني كده انت عارف ايه،
عشان انا عايز اعرف ربنا كويس. واقول لك كلمة، لو رأى الله تحرك قلبك الى ان تعرفه سيدلك ويعرفك، لكن انت غافل عن هذا الامر تماما. نستكمل ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صوم رمضان فريضة على كل مسلم ومسلمة. بإذن الله شهر رمضان أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر كما أخبر القرآن الكريم، وفضلها عظيم. وإحياء هذه الليلة بالدعاء والصلاة والذكر وقراءة القرآن الكريم والعلم النافع. وتدل أقوى الروايات في أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقال إن ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ونتذكر سويا دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو حليم كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو حليم كريم تحب العفو فاعف عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ونتذكر معا بعض الأدعية: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وهذه بعض الأدعية من القرآن الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. عن شهر رمضان وفضائل ليلة القدر وما استمعنا إليه لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة. شكراً.